Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى موضوع كيف تكون جملة في اللغة الإنجليزية. الكثير يقول أنا درست الحروف، عندي حصيلة لا بأس بها ولو قليلة من الكلمات الإنجليزية، لكني لا أعرف كيف أكون جملة في اللغة الإنجليزية. درس اليوم يهتم به كثير من الطلاب المبتدئين، وحتى من المرحلة المتوسطة يخطئ فيه الطلاب من وقت إلى آخر، فكان يجب أن أوضح هذا الدرس لأنه مهم جدا. ركز معي، كل ما تحتاج أن تعرفه عندما تريد أن تكون جملة في اللغة الإنجليزية، كيف تكون هذه الجملة؟ يعني بماذا تبدأ؟ إذا بدأت ماذا يأتي بعدها؟ وماذا يأتي بعد؟ حتى تكون الجملة تصبح جملة كاملة، صحيح؟ اليوم سندرس كيف تكون الجملة، وكيف تحولها إلى سؤال، وكيف تحولها إلى نفي، وسنأخذ تدريبات على هذا الموضوع، والأمر بسيط جدا كما ستلاحظون. أنت كما تلاحظ أنه الكلمات التي تحتاجها عندما تريد أن تكون أي جملة في اللغة الإنجليزية هي الكلمات I، أنا، he، هو، she، هي للمرأة، it للجماد وللحيوان، تستخدم دائما لهم it، you أنت أو أنتم لكل من كان أمامك فتقول له you، they هم للعاقل وغير العاقل، we نحن أنا ومن معي. طبعا المهم هنا أن تركز كيف تقرأ هذه الكلمات مرة أخرى. I أنا، I he، he هو للمذكر، she، she هي للمؤنث، it، it للجماد وللحيوان، يعني لا يستخدم مع العاقل، you أنت، you أنتم، you أنتما أنتن، they هم، they هم، we نحن، we نحن أنا ومن معي. المهم أنك لابد أن تعرف أن الآي يأتي معه دائما أم، والهي تأتي معها دائما إز، والشي تأتي معها إز، والإت تأتي معها إز، واليو تأتي معها آر، والذي تأتي معها آر، والوي يأتي معه آر. ويسأل أحدهم أو جميعكم ما معنى أصلا أم؟ I أنا وأم أكون، يعني أنا أكون، he هو، is يكون، she هي، is تكون، it هو أو هي للجماد وللحيوان، is يكون، you أنت أو أنتم are تكون أو تكونوا، they هم are يكونوا، we نحن are نكون. وهذه أمثلة. I am hungry، I am hungry أنا جائع. He is stupid هو غبي. She is pretty هي جميلة. It is spicy إنه يعني هذا الطعام، الإت تعود على الطعام، أنه حار يعني يوجد فيه فلفل كثير أو بهارات كثيرة. You are brave أنت شجاع أو أنتم شجعان، يعني هذه الجملة تعني قد توجه لشخص أمامك أو مجموعة. They are drivers هم سائقين يعني سواقين، سواقين سيارات. We are in Cairo نحن في القاهرة. We are in يعني في كايرو القاهرة. الآن كل ما تريده هو مجموعة من الكلمات التي قلت أو زعمت أن يوجد لديك مجموعة من الكلمات، وضعها بعد الآي وهي والشي والإت كما تريد. المهم أنك لا تقول I is، ولا تقول he am، ولا تقول she are، ولا تقول you is، ولا يعني كلا مع ما يناسبه. I am، he is، لا تخلط الأمور فقط. ثم ضع الكلمة بدل hungry، ممكن تقول مثلا I am happy أنا سعيد، I am in London أنا في لندن. She is stupid ممكن تقول she is smart هي ذكية، أو هنا happy سعيد، أنا سعيد فرحان. She is pretty هي جميلة أو ugly قبيحة. It is spicy يعني هذا الطعام
يعني حار جدا, أو it is good يعني جيد. You are brave, أنت مثلا شجاع. You are afraid, أنت خائف. They are drivers, هم يعني سواقين. They are teachers, هم مدرسين. We are in Cairo, we are in Paris, أو أي شيء. طيب ننتقل للخطوة التي تليها. بعد ما أنت المفروض تكتب أو تكون عدد كبير من الجمل, كل ما عليك فعله حتى تنفي هذه الجمل أنك بكل بساطة ستضع بعد الآم والإز والآر كلمة آر آم آر إز, ضع بعدهم كلمة نوت, وبهذه الطريقة جميع هذه الجمل أو غيرها ستصبح منفية. أي أنك تستطيع أن تقول I am وضع كلمة not هنا مثلا. I am not hungry, I am not happy, he is not. أهم شيء أين تضع النوت؟ بعد الإز والآر والآم. It is not, she is not, you are not, they are not, we are not, كما تؤتى. لا تقول they not, لا, النوت تأتي بعد الآم والإز والآر كما أخبرتكم. طيب إذا أردنا أن نحول هذه الجمل إلى أسئلة, يعني أنت تريد أن تحولها بدل ما كانت she is pretty, نريد أن نحولها إلى سؤال. كل هذه الجمل تقوم بعملية عكسية, يعني he is he, وتكملها stupid ويصبح هل هو غبي. يعني مثلا هذه الجملة السؤال منها is he stupid, هل هو غبي. ماذا عملت أنا؟ عكست فقط, وضعت الإز هنا. كذلك في جميع الجمل الآر يأتي هنا. You are brave تصبح are you brave, وتضع علامة سؤال, هل أنت شجاع. وكذلك they are drivers, are they drivers. We are in Cairo, are we, هل نحن in Cairo. وعلى هذا الحال إذن أنت كونت جملة واستطعت أن تحولها إلى نافي واستطعت أن تحولها إلى سؤال. وكل ما عليك فعله أننا نحاول أن نتدرب الآن. أريدك أن تكون جملة بناء على ما درسته معي, فتقول هي دكتورة. كيف تقول هذا الكلام؟ الآن أدربكم كيف تكون جملة. هي دكتورة, ستختار بداية جملتك بشي, والشي تأتي مع is. She is a doctor, she is a doctor. الجملة التالية هي قطة, هي قطة. ماذا ستختار؟ بالطبع لن تختار شيء, ستختار it لأن القطة حيوان, فستقول it is a cat, it is a cat. طيب إذا ما طلبت منك أن تقول جملة هم إخوة, هم إخوة, فستختار they وتأتي معها are, وإخوة brother, لا اجمعها brothers, طبعا الاس في الأخير تصبح جمع brothers, they are brothers. طيب كيف تقول نحن سعداء, نحن فرحانين سعداء, ماذا ستختار من هذه الكلمات؟ نعم we are ثم تضع happy. إذا قلت لك إن فيها نحن لسنا سعداء, فستقول we are not happy, نحن لسنا سعداء. إذا طلبت منك أن تجعلها سؤال هل نحن سعداء, فستعكس الجملة فقط وتقول are we happy, هل نحن سعداء. إذا طلبت منك أن تكون سؤال وتقول لأحدهم هل أنت ذكي, هل أنت ذكي, ذكي هي smart كما قلنا عليها, هل أنت ذكي. إذا أردت أن تأتي بهذه الجملة كل ما عليك فعله هو أن تأتي بأصل الجملة وهي you are smart, حولها إلى سؤال فتصبح are you smart, هل أنت ذكي, هل أنت, هذه الذي طلبت منك في البداية أنا are you smart, هل أنت ذكي. هل هذا كلب, هل أو هل هو كلب, هل هو كلب. فمن الطبيعي أنه بنتكلم على حيوان, فسنترك هذا كله وسنركز على الإت صح. فتأتي بأصل الجملة ونقول هو كلب, إت
is a dog. حولها إلى سؤال is it a dog؟ فتصبح هل هو الـ it هنا بمعنى قلنا هو أو هي، لكن يستخدم للجماد والحيوان. أتمنى يكون الفيديو فادكم، نحب أن نخليه خفيف وتستفيدوا منه إن شاء الله. والذي يريد فيديوهات أكثر يكتب تكوين الجملة مع مرات، ستظهر له فيديوهات كثيرة جدا في اليوتيوب من قناتي. لا تنسى الاشتراك في رابط قناتي الجديدة، ولا تنسى أن تضع لايك وتشارك الفيديو مع غيرك. Thank you very much. Good luck. حضرهم فغلا. See you soon. أراكم خير. مع السلامة.